السلام عليكم، معاكم دكتورة أميرة كمال، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ أورجن جديد اللي هو السيدز. إحنا كنا خلصنا خلاص الفلاورز، وإن شاء الله هنبدأ النهاردة الجزء الأول من المحاضرة بتاعة الانترودكشن سيدز، وهنشوف مع بعض إيه هي السيد وكل حاجة عنها بإذن الله. أول حاجة هنتكلم عنها هو الديفينيشن، يعني إيه هو وصف السيد، يعني إيه سيد. بنقول إن the seed is immature, fertilized, integumented ovule، يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن ovule اللي هي البويضة الموجودة جوه الأوفري. أكيد إحنا شفنا الأوفري في الفلاور لما اتكلمنا عليها في الفلاور، والأوفيول دي بيحصل فيها fertilization يعني بيحصل فيها تلقيح، وintegumented يعني بيبقى عليها زي غشاء أو إيه غطا من بره، تمام؟ which contains an embryo، يبقى بالتأكيد بعد ما حصل fertilization أو بعد ما حصل تلقيح تكون الجنين اللي هو الإمبريو. وطبعا it is the responsible for the propagation of the plant، هو المسؤول عن النمو والتكاثر بتاع النبات وإنه يعمل نبات جديد. زي ما احنا شايفين كده في الصورة عندنا، هنا عندنا هو أول حاجة ده الأوفري بتاع الفلاور بتاعتنا، بيحصل إن البولين جرين بتدخل من هنا تعمل زي fertilization للأوفيول اللي جوه الأوفري، يبتدي يتحول عندي الأوفري جواه الأوفيول بالشكل ده، يحصل فيها تكون للإمبريو اللي هو موجود في الجزء ده، والإمبريو بقى هو اللي يبتدي يكمل الإيه الجرمينيشن ويطلع لي النبات الكامل زي ما احنا شايفين. عشان نفهم أكتر أو نستوعب أكتر هوريكوا صورة كده للزهرة بتاعت البسلة، تمام؟ أدي هنا دي زهرة البسلة زي ما احنا شايفين او بنقول عليها البي فلاور. هنا عندنا في الاوفر بتاع الفلاور نفسها اهو ده موجود وعليه مترصص جواه الايه الاوفيولز دي، لما بيحصل فيرتلايزيشن هتديني البود نفسها او البي بود اللي هي الثمره بتاعه البسله، وجواها مترصص السيدز اللي هم كانوا مين؟ كانوا الاوفيولز، لما تلقحوا بالبولين جريز حولوا الى السيدز اللي احنا بناكلها اللي هي الايه البي اللي احنا بناكلها. نفس الكلام زي ما احنا شايفين برضو دي صورة تانية لنبات البي، هو واضحة فيها كل التفاصيل، وزي ما احنا شايفين كده نفس الكلام الأوفيولز اهي مترصصة على الوال بتاع الأوفري، ولما بيحصل لها فيرتلايزيشن بتديني السيدز اللي موجودة، والأوفري نفسه الوال بتاعه بقى هو ده الإيه البيريكورب أو الإيه القشرة بتاعت الثمرة زي ما احنا شايفين. يبقى تاني عندي الأوفري نفسه كله على بعضيه ده الأوفري وول اللي بتحول إلى الفروت وول اللي هو البريكورب، بعد كده عن الأوفيولز نفسها هي اللي بتتحول upon fertilization إنها تديني السيدز اللي جوه الفروت نفسها. عشان نقدر نفهم الستركشر بتاع السيد والأجزاء المختلفة اللي فيها لازم نرجع شوية إن احنا نتكلم على الستركشر of the ovule نفسها اللي هي التيبيكال ماتيور انتجمنتد اوفيول. الاوفيول دي موجوده جوه الاوفري، ما اتكلمناش عنها بالتفصيل في المحاضرات بتاعه الفلاور لانها هتخصني اكتر هنا في الجزء بتاعي. لو جينا بصينا على شكل الكاربل بتاعتنا زي ما احنا خدنا قبل كده، بتتكون من ثلاث اجزاء اساسيه، اول حاجه الستيجما، بعد كده الستايل، وبعد كده الاوفري نفسه. جوه الاوفري طبعا بيكون في الاوفيول، واتكلمنا احنا في المحاضره بتاعه الانترودكشن فلاورز على ترتيب الاوفيولز دي جوه الاوفري، لكن ما تطرقناش للاستراكشر بتاعها او الاجزاء اللي موجوده جواها. لو جينا كبرنا الجزء ده ونبص على شكل الاوفيول، هي بتكون حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده زي ما احنا شايفين كده. الاوفيول بتاعتي متكونه من اجزاء كتير وهنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. A typical mature ovule consists of بيكون mainly من ست حاجات، هنقول أساميهم وبعد كده هنتكلم عنهم واحدة واحدة. أول جزء بنسميه the nucellus اللي هو مشاورين عليه هنا في الصورة دي، تمام؟ تاني جزء بنسميه ال integuments اللي هم إيه؟ هم الـ integuments اللي هو الغشاء أو الغطاء اللي مغطي على السيد. تالت حاجة اللي هو الامبريو ساك، الجزء اللي هو الداخلي ده اللي جواه الامبريو. رابع حاجة عندنا اللي هو الكالازا، الكالازا اللي هو الجزء ده وناخده ونشرحه بالتفصيل. خامس حاجة عندنا اللي هو الفيونيكل اللي هو
الجزء ده. واخر حاجه حاجه اسمها الرافي، ويمكن الرافي مش هنعرف نظهره هنا في الصوره، هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل. اول جزء هنتكلم عنه دلوقتي هو اسمه النيوسيلس. النيوسيلس اللي هو زي ما شايفين كده في الصوره هو الجزء ده اللي محوط لي على الامبريو ساك. بنقول ان هو عباره عن ايه؟ بنقول ان هو عباره عن masses of parenchymatous tissue، يعني عباره عن parenchyma tissue موجوده محوطه الامبريو ساك. في عاده ايه الماس دي لما يحصل fertilization تمام بتختفي. يعني ايه؟ يعني بيجي الامبريو يتغذى على الماس ده، وبعض الاحيان بيفضل موجود قاعد persisting بعد الفيرتلايزيشن، وبيعمل لي حاجه اسمها nutrient tissue بنسميه peristerm. يبقى تاني النيوسيلس عبارة عن البارينكايماتس تيشو أو خلايا بارينكايمية حوالين الإمبريو. في معظم الأحيان الإمبريو بيتغذى على التيشو ده وهو بينمو، وفي بعض الأحيان يفضل الجزء ده موجود persist after fertilization وبنسميه ساعتها إيه البيريسبيرم. تاني جزء هنتكلم عليه هو الجزء اللي محوط لي النيوسيلس اللي بنسميه الإنتيجيومس. ونقول الإنتيجيومس دي بتبقى عبارة عن one أو two layers زي ما احنا شايفين، هو ده الجزء اللي محوط على النيوسيلس، بيكونوا يا إما layer واحدة أو two layers enveloping the nucellus، يعني بيحوط النيوسيلس forming what is called the seed coat أو التستة اللي هو الغطاء بتاع السيد. تمام زي ما احنا شايفين ده، لما هنشوف الشكل السيد هنلاقي إن اللي بره مغطي لي على السيد بنسميه seed coat أو تستة. بيكون في موجود فتحة في الانتيجمنتس دي وبنسميها الميكروبال، وهنتكلم عنها كمان شويه. تالت جزء هنتكلم عنه هو الامبريو ساك. والامبريو ساك زي ما احنا شايفين كده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الجزء اللي جوه ده، وده فيه جواه خلايا كتير، انا مش هدخل في تفاصيلها يعني مش عايزين الديتيلز دي، بس نبقى عارفين ان الامبريو ساك ده هو بيطلع منه حاجتين، يطلع منه الامبريو ويطلع منه حاجه اسمها الاندوسبيرم، وهنتكلم عنهم بعد شويه بالتفصيل. المكان الرابع اللي هنتكلم عنه ويعتبر جزء من التيبيكال ماتيور اوفيول هو اللي بنسميه الكلازا. ايه هو الكلازا ده؟ هنبص كده عندنا في الرسمة بتاعتنا، الحتة دي هي الكلازا. الكلازا عبارة عن ايه كديفينيشن؟ هي عبارة عن swollen basal part، هي الجزء المنتفخ شوية في البيز بتاع الاوفيول، او mainly في البيز بتاعت النيوسيلس يعني فوق النيوسيلس على طول، اللي منها بيكون لي الانتيجمنتس. يبقى تعتبر ايه بدايه الانتيجمنت او اول حته في الانتيجمنت هي حته وسوالن في زي ما احنا شايفين في المكان ده. رابع جزء هنتكلم عنه في التيبيكال ماتيور اوفيول هو الفينيكل او الفينيكلس، اللي هو فين؟ اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء ده. طيب نشوف هو عباره عن ايه. بنقول ان هو عباره عن it is a small stalk at the callosal end، يعني بيجي هنا كده في الحته دي كده بنسميها الكالازال اند، اخر الكالازا كده تمام. by which the ovule is attached to the placenta، يعني هي دي المكان اللي بتتصل الاوفيول مع البلاسينتا. ولما لما بنشيلها يعني when it is detached، لما بنفصل السيد دي من البلاسينتا او من جوه الفروت، المكان ده اللي كان موجود فيه الفيونيكلس بنسميه الايه؟ الهايلم. يبقى الحته دي لما السيد بتتشال من على الفروت بتعمل زي سكار او علامه، العلامه دي بنسميها ايه؟ الهايلم، وهنتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه. اخر جزء نتكلم عنه في الماتور اوفيول هو حاجه بنسميها الرافي. والرافي لو خدناه كده بصينا عليه بنقول ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن لاين formed by the fusion of the funicle، التحام الفينيكل مع الانتيجيومس، بيعمل لي زي خط. هو عادة بيكون المسافة ما بين الكالازا والفينيكل، وهنتكلم عنه كمان شوية بالتفصيل. عبارة عن ايه؟ عبارة عن لاين بيتكون نتيجة التحام الفينيكل مع الانتيجيومس. والحقيقة ان الرافي في بعض الاحيان مش بيكون موجود في كل السيز، يعني مش كل السيز بنشوف فيها رافي. هو هنعرف دلوقتي كمان شوية ايه هو الرافي وايه صفاته. كده احنا خلصنا كلام على التيبيكال اوفيول بتحتوي عليه. المفروض دلوقتي هنتكلم على الايه؟ التايبس اوف اوفيول وانواعها.
بس قبل ما اتكلم على التايبس اوف اوفيول هبتدي اتكلم على بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها على سطح السيد وهتنفعني في الكلام على التايبس اوف اوفيول. فبنتكلم دلوقتي على الماركس اللي موجوده على التستا، واحنا قلنا التستا هي السيد كود او هي الغشاء اللي محوط لي على السيد من بره. اول حاجه هتكلم عنها حاجه بنسميها الايه، الهايلم. الهايلم اللي هو المكان ده، واحنا قلنا قبل كده ان المكان ده عباره عن ايه، عباره عن scar left by removal of the seed from its funicle or stalk. يبقى احنا قلنا ان في علامه بتبقى موجوده على السيد هي عباره عن ايه، عباره لما السيد دي بتتشال من على الستوك او بتتشال من الفيونيكل بنسميها المكان ده بنسميه الهايلم. تمام، يبقى ده اول علامه موجوده عندي على التستا. تاني علامه موجوده عندي على التستا حاجه اسمها الميكروبايل، كنا لسه سامعين عنه شويه من شويه. الميكروبايل اللي هو الفتحه دي بنقول ان هي عباره عن ايه، عباره عن بور ان ذا تيست، يعني فتحه في التيست. تمام، وتبقى نتيجه ايه، نتيجه ان الانتيجمنتس اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه مش مقفولين للاخر، خلاص not quite complete leaving such a scar. وقلنا الميكروبايل ده اللي بيحصل منها germination، يعني ايه، يعني السيد دي لما تتحط بعد كده في الارض هي ده المكان اللي بيطلع منه اجزاء الايه النبات من اول ودي ويحصل منه ايه growth او germination. تالت حاجه موجوده عندي اللي هي الكلازا اللي احنا قلناها انها swollen part at the base of the nucellus، هو ده المكان اللي احنا قلنا عليه قبل كده. والمكان ده اللي هو الكلازا ده بيكون فيه ايه، عباره عن فيه vascular strand. يعني ايه vascular strand؟ يعني xylem vessels والحاجات اللي جايه من الفيونيكل اللي بتجيب التغذيه للمكان ده. تمام، وبتدخل منها في الكلازا لكل باقي اجزاء الايه الاوفيول، وده مكان مميز واحنا اتكلمنا عنه من شويه. اخر حاجه عندنا اللي هو الرافي، خلاص الرافي زي ما احنا شايفين الرافي ده عباره عن ايه، عباره عن لاين بيمشي من حته اسمها الكلازا تمام لغايه لما يروح للهايلم. يبقى ايه، هو رانينج فروم ذا هايلم تو ذا كلازا او فروم ذا كلازا تو ذا هايلم. بيكون فيه جواه ايه، جواه الفاسكولار ستراند، يعني جواه الزايلم فيسلز. يعني لو خدناه وشفناه وقطعنا فيه قطاع تحت الميكروسكوب هنلاقي فيه خلايا الزايلم فيسلز موجوده جواه. كده احنا اتكلمنا على الايه، السكارز اللي موجوده على السيد، وقلنا ان هم اربع حاجات، الميكروبايل، الهايلم، الكلازا، والرافي. الاربع حاجات دول اللي موجودين على السيد كود او التستا برضو هم موجودين في الاوفيول. تمام، وعن طريق ترتيبهم ووجودهم هقدر اقسم الاوفيولز واعرف التايبس اوف اوفيول. اول نوع موجود عندنا اللي هو بنسميه اتروبس او اورثوتروبس اوفيول. نبص كده نشوف الحكايات اللي احنا اتكلمنا عنها موجوده فين وترتيبها عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده اول حاجه الجزء الفوقاني ده هو الميكروبايل اللي قلنا البور اللي موجوده في الانتيجمنت. الجزء التحتاني ده هو الكلازا او السولن بارت اوف النيوسيلس، وزي ما احنا شايفين الحته دي هي الفينيكل او الفينيكلس. ولما بنشيلها او بنشيل الاوفيول اللي موجوده عندي من على الفينيكل بتديني الحاجه اللي هي بنسميها الهايلم. طيب يبقى انا كده عندي الميكروبايل اهو موجود، الكلازا والهايلم. الكلازا والهايلم ار ادجيسنت تو ايتش اذر زي ما احنا شايفين كده. تمام، وعشان كده مش هيبقى عندي رافي، لان احنا قلنا في الديفينيشن بتاع الرافي ان هو عباره عن ايه، عباره عن لاين باسنج فروم ذا كلازا تو ذا هايلم. هنا الاثنين في نفس المكان، يبقى في الاتروبوس اوفيول مش بيبقى عندي رافي، مش موجود. ولو خدنا بالنا كده ان الكلازا والهايلم والمايكروبايل، ادي الميكروبايل، ادي الكلازا، ادي الهايلم مع بعض او بيعملوا زي ستريت لاين زي ما احنا شايفين. تمام، طيب هنا الاوفيول بنسميها ستريت اوفيول، يعني مستقيمه، وعشان كده اسمها اورثوتروبس اوفيول. اورثو يعني مستقيم، يعني مفيش فيه اي ميول. طيب هنبص على النوع الثاني من الاوفيولز اللي بنسميه اناتروبوس اوفيول. الاناتروبوس اوفيول زي ما احنا شايفين ايه اللي حصل، اللي حصل ان حصل ايه، الاوفيول از روتيتد اون اتس ستوك، يعني بيجي تيجي الاوفيول دي تيجي تتني وتديني الشكل ده، فاللي فوق هيبقى تحت واللي تحت هيبقى فوق. فلو جينا شفنا كده هنلاقي ان الاوفيول زي ما قلنا عملت روتيشن حوالي 180 درجه، فبقت انفرتد، اتقلبت. تمام، فعندي بقى الميكروبايل اللي كان موجود فوق هنا في الاتروبس بقى موجود تحت هنا في الاناتروبس زي ما احنا شايفين. ده هو الميكروبايل.
الهايلم فضل في مكانه ما تغيرش، والكلازا بقى بدل ما هي كانت تحت بقت فوق، الكلازا بقت فوق والهايلم فضل في مكانه. تمام، يبقى احنا هنا في الاناتروبوس اوفيول الهايلم والميكروبايل ار adjacent to each other، تمام قريبين من بعض زي ما احنا شايفين كده. اوكي، وبعد كده عندنا في ايه، في عندي الكلازا بعيده عن الهايلم دلوقتي، المسافه دي هي دي اللي عباره عن الفيوجن اللي بيحصل ما بين الهايلم والانتجمنتس، بتبقى هنا في عندي زي الباسكولار ستراند الموجود في الفينيكل زي ما قلنا اللي بيطلع بيغذي كل السيد، بيطلع الباسكولار ستراند ماشي كل المسافه دي تقريبا نص مسافه السيد، وهي ده او هو ده الرافي اللي احنا قلنا عليه. فالرافي هنا موجود، اه موجود في الاناتروبوس اوفيول، بيبقى حوالي نص المسافه بتاعه السيد running from the hilum to the calyza. طيب النوع ده هو the most common type of ovules، يعني هو اكتر نوع موجود في النباتات. تمام، وعشان كده لو بنفتكر في الشكل اللي احنا كنا بنشرح عليه الانواع بتاعه الاجزاء بتاعه typical ovule، هو ده الشكل اللي انا كنت بشرح عليه، ان هو ده شكل the most common form of ovules. هنتكلم على النوع الثالث بقى اللي بنسميه amphitropous ovule. الامفيتروبوس اوفيول بيحصل برضو روتيشن اوف ذا اوفيول اون اتس ستوك، لكن مش ب 180 درجه، بيلف 90 درجه بس، لف 90 درجه. فالمايكروبايل اللي كانت موجوده فوق هنا بقت موجوده فين؟ بقت موجوده هنا اهو، ده الايه المايكروبايل بتاعنا. تمام، بعد كده عندي الكلازا اللي كانت موجوده تحت بقت موجوده على اليمين، برضو الهايلم لسه موجود في مكانه تحت. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان المايكروبايل والكلازا موجودين في خط واحد هم in the one straight line، والهايلم perpendicular عليهم. تمام، طيب هل في رافي هنا؟ اه في رافي، ادي الكلازا وادي الهايلم، بس الرافي هنا شورت، بنقول عليه تقريبا حوالي ربع المسافة بتاعت الاوفيول. تمام، طيب ده كده بالنسبة للنوع اللي هو بنسميه الامفيتروبوس اوفيول. اخر نوع اللي عندنا اللي هو اخر نوع بنسميه الكامبيلوتروبوس اوفيول. الكامبيلوتروبوس اوفيول ده هو شكله شكل الاناتروبوس اوفيول، تمام، بس اللي حصل ان ما حصلش بيندنج من الاوفيول اون ابون اتس ستوك، لا حصل ايه بقى، حصل جروث للنيوسيلس. النيوسيلس هو المليلي المكان جوه الجزء ده، حصل فيه جروث من ناحيه، حصل هنا من الناحيه دي كبر قوي 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 وزق معاها الاوفيول، زق باقي اجزاء الاوفيول فقلبها. فاللي حصل ان انا عندي هنا عندي المايكروبايل موجود اهو، تمام، والهايلم موجود، لكن الكلازا اللي المفروض كانت هي المفروض ان الكلازا هنا في الاناتروبوس اوفيول كانت فوق، لكن هي فضلت هنا في الكامبيلوتروبوس اوفيول واقفه هنا. اللي حصل ان في حاجه زقت باقي الحاجات ففضلت الايه الكلازا في مكانها زي ما احنا شايفين كده، الحته دي هي الكلازا ما اتغيرش مكانها وجنبها موجود الهايلم. تمام، لكن اللي اداني الشكل ده شكل الاناتروبوس اوفيول هو الاوفر جروث اوف ذا نيوسيلس فروم وان بارت اند اريستنج ان ذا جروث ان انذر بارت، فاداني الشكل العجريب ده. وبتبقى دايما الامبريو هنا موجود بيبقى شكله بنت، شكله متني بالشكل ده كده. تمام، وهنا عندي الهايلم والمايكروبايل والكلازا، هما التلاتة جنب بعض، هما التلاتة جنب بعض very close to each other. تمام، وبيبقى ان الكلازا والهايلم في نفس المكان يبقى مفيش هنا رافي، مفيش هنا رافي. تمام كده احنا ايه خلصنا الكلام على الـ types of ovule. هنا في السلايد دي هنلاقينا ايه عايدين الكلام اللي احنا قلناه حاطينه في الجدول، ممكن ايه تراجعوا بقى الكلام اللي انا قلته. ودي طبعا الانواع بتاعه الاوفيولز كلها بالشرح الوافي اللي احنا قلناه، يعني الكلام ده كله هو اللي احنا قلناه في السلايد اللي فاتت. لو جينا بصينا على الفيرتلايزيشن اللي بيحصل للاوفيول والاجزاء الفلاور المختلفه، شايفين هنا عندي ده هو ده الاوفري بتاعنا، والاوفر بيحتوي على الاوفيولز. الاوفيولز دي جواها بيكون في عندي الاج اللي موجوده، لما بتيجي البولين جرين تقف على الستيجما من فوق تبتدي تطلع حاجه اسمها بولين تيوب. البولين تيوب دي اللي بيمشي من خلالها السبيرمز، وهتدخل تعمل فيرتلايزيشن للاوفيولز بتاعتي وتبتدي تكون لي الزايجوت، والزايجوت يكبر ويديني الامبريو.
لو جينا بصينا كده على كبرنا الجزء بتاع الامبريو كده، هنشوف الشكل بتاعنا كده، هنلاقي ان احنا عندنا الامبريو ده جوه الاوفيول ومتحوط بقى بالغشاء الخارجي، وتحول كل الشكل ده للسيد، هي دي الموجوده جوه الايه، جوه الفروت بتاعتي. احنا عندنا الشكل اهو، ده هو السيد بتاعتي، جواها في الامبريو، حواليهم فيهم الانتيجيومنتس، وماسكين طبعا في الاوفري وول اللي اتحول الى الوول اوف ذا فروت، او ايه الفروت وول زي ما احنا شايفين كده. احنا خلصنا كلام على الاوفيولز وعرفنا اشكالها وانواعها، نبتدي نتكلم بقى على الاجزاء الاساسيه بتاعه السيد. السيد بتاعتنا متكونه من جزئين، التستا اللي هي القشره اللي بره، والكيرنل اللي هو الحاجه اللي ماليه التستا من جوه. تمام، حاجه بالشكل ده لو شايفين كده، دي القشره بتاعتنا بتاعه السيد، ودي هي الايه الكيرنل اللي جوه. هنعرف الكيرنل ده بيحتوي على ايه. تمام، طيب ناخد بالنا اولا ان معلومه كده صغيره نفتكرها، ان احنا عندنا دايما كنا بنقسم النباتات الى نوعين، مونوكوتيليدون ودايكوتيليدون. ده كان بيرجع لايه؟ كنا دايما بنقول لكم او قلنا لكم في الترم الاولاني ان مونوكوتيليدون بلانت السيد بتاعته كونتينز وان كوتيليدون، والكوتيليدون دي عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هو ايه الامبريو بتاعه. والدايكوتيليدونس بلانت الامبريو بتاعه متكون من 2 كوتيليدونز، وعشان كده سميناه دايكوتيليدونس بلانت. يبقى احنا عندنا السير في منها نوعين، مونوكوتيليدون ودايكوتيليدون، اكوردنلي نمبر اوف كوتيليدونز اوف ذا امبريو. تمام؟ تمام. لو جينا اتكلمنا على التستا، التستا قلنا عباره عن ايه؟ جايه من 1 or 2 سيد كوتس originating from the integuments of the ovule اللي احنا شفناهم من شويه، هم دول اللي بيعملوا السيد كوت. والسيد كوت فائدته ان هو بيعمل بروتكشن للايه؟ الامبريو اللي موجود جوه. ليه؟ لان الامبريو ده هو اهم حاجه، هو اللي بتطلع منه النبات الجديد، فالتست بتفضل محافظه على الامبريو من جوه لغايه لما بقى السيد يتحط في مكان يسمح بالجيرمينيشن، يبتدي تنمو ويطلع نبات جديد. طيب احنا كده اتكلمنا على التستا، وقلنا ان التستا هي التيشو اللي بيحوط الامبريو وبيعمل ليه بروتكشن. في بعض الاحيان بيبتدي يظهر اوت جروسز على التستا دي. تمام، الاوت جروس ده بيحصل during the formation of certain seeds arises an additional growth outside the integument، بيحصل فيه غشاء بيتكون حوالين الانتيجمنت ده في حالات، وبعض الحالات الغشاء ده بيجي كمان من الانتيجمنت حاجه زائده. طيب اشكال بقى الاوت جروس دي كتيره متنوعه وليها اسامي كتير، وبتفرق من كل واحد عن التاني من مكان خروج الايه الاوت جروس ده. هنشوف دلوقتي انواع الاوت جروسز بتاعه التستا. اول نوع بنسميه الاريلس. الاريلس ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيشو arising from the hilum or the funicle، جاي من عند فين؟ عند مكان الهايلم. تمام، يا اما يكون partially يعني جزئيا بيغطي السيد، او completely بيغطي السيد. تمام، وممكن يكون في منه كذا شكل، في منه انواع فلاشي عامل زي تشو فيه ميه شويه، او حاجات دراي وممبرينس حاجه رفيعه جدا وناشفه مغطيه على السيد. الاكزامبل بتاعنا ده هو الكاردموم. الكاردموم اللي هو السيد بتاع الكاردموم، لو شفنا كده بيعليها زي غشاء من فوق او محوطها كلها. تمام، رفيع، ولو جيت خدت السيد بتاعه الكاردموم بلتها هتلاقي فيه غشاء خفيف قوي مغطي على السيد كده، ده هو عباره عن ايه؟ الاريلس. تاني نوع عندنا بنسميه الاريلويد. الاريلويد ده بيفرق عن الاريلس ان هو مش طالع من الهايلم، لا ده طالع من الايه؟ التيشوز اوف ذا مايكروبايل، وبرده هو بارتشري او كومبليتلي كفرنج ذا سيد، ويوجولي بيكون فلاشي يعني بيكون حاجه فيها ميه. طيب اكزامبل عندنا حاجه اسمها النطنج. النطنج اللي هو الجوست تيب بيعليه من بره حاجه بنسميها الميس. الميس ده عبارة عن حاجة تيشو arising من الفينيكل ومن الميكروبايل، بيطلع من الهايلم والميكروبايل أو الفينيكل والميكروبايل، فعشان كده بنقول إن الميس ده حاجة considered as arillus or arilloid، لأن هو طالع من الإيه؟ من الحاجتين مع بعض، طالع من الفينيكل فنعتبره إن هو arillus، وطالع كمان من الميكروبايل فنعتبره إن هو arilloid. هنكمل بقى الـ outgrowths of the testa. ورقم ثلاثة عندنا حاجة بنسميها الاستروفيول. استروفيول is a barrel shaped enlargement over the position of the raphe، يعني هو عبارة عن زائدة فوق الرافي، شكلها شكل البارل، شكل زي كده البرميل. تمام،
وبتيجي نتيجه ايه؟ نتيجه ان في increase in the growth of the parenchyma around ال vascular strand بتاعت الرافي، بيحصل ان في كميه parenchyma بتزيد او تديني شكل الاستروفيول ده. الاكزامبل اللي موجود عندنا هو نبات الكولشيكم، السيد بتاعته عليها الاستروفيول. رابع outgrowth موجود للتستا حاجه بنسميها wing. wing يعني جناح، ولا زي ما احنا شايفين كده ده هي السيد بتاعتي وحواليها ممبرينس فولد، حاجه زي الممبرين عامله شكل الايه، شكل الجناح كده، عباره عن اكستنشن من التستا. تمام. والاكزامبل بتاعنا السيد اوف باينس بلانتس. خامس او جروس عندنا بنسميه البلوم، زي ما احنا شايفين كده دي السيد بتاعتي وعليها من فوق على الابيكس بتاعها مجموعه كبيره جدا من هيرز، بيقول عليها تافت اوف هيرز، يبقى تافت اوف هيرز ات ذا ابيكس اوف ذا سيد. والاكزامبل بتاعها النباتات اوف فاميلي ابو سيانيسي. اخر حاجه عندنا اللي هو رقم 6 من اوت جروس اوف ذا تيستا بنسميه الايه، الاون. هنا في الاون زي ما احنا شايفين كده هنلاقي فيه هيرز برضو، تمام، تافت اوف هيرز، لكن الهيرز دول مش موجودين دايركتلي على السيد، لا موجودين على ستوك، سيلندر ستوك شايلين عليه الايه، التافت اوف هيرز. يبقى هنا تافت اوف هيرز بورن اون اي سيلندر ستوك. تمام. والاكزامبل بتاعنا النبات اسمه الاستروفانتس. خلصنا كده كلام على اول جزء اللي هو كان التستا. نرجع بقى نتكلم على الكيرنل او ذا كيرنل. الكيرنل عباره عن ايه؟ بنقول ان هم عباره عن is the structures of the seed enclosed within the testa، كل حاجه جوه التستا. تمام. هو mainly بيكون محتوي على الامبريو. تمام. الامبريو ده اما هيكون موجود لوحده او معاه حاجات تانية. الحاجات التانية اللي موجوده حاجه اسمها اندوسبيرم وحاجه اسمها بيريسبيرم، وهنشوف دلوقتي في السلايد الجايه ايه هو الايه الاحتمالات اللي ممكن تكون موجوده عندي جوه التستا او بما يخص الايه الكيرنل، وهو ده اللي هيعرفني انواع السيدز واقسمها اكوردنج لايه، للوجود الاندوسبيرم، وجود البيريسبيرم اند سو اون. هنتكلم دلوقتي بقى على types of seeds according لوجود حاجه اسمها الاندوسبيرم. هنقسم عندنا السيد الى نوعين اساسيين. اول نوع بنسميه الاكس البيومينس او النون اندوسبيرميك سيد. هنا في الحاله دي during the development of the seed الامبريو اللي هو بيبقى متكون يبتدي يغذى على التيشو اللي حواليه اللي احنا هنسميه الاندوسبيرم. تمام. هيعمل له complete depletion يعني او complete absorption، هيستخدمه كله during maturation. فعشان كده هنلاقي ان السيد بتاعتنا متكونه من الكوتوليدن اللي هي الامبريو وحواليها على طول السيد كوت او التست. يبقى هنا الايه بنقول ان during the development of the seed the zygote developed rapidly resulting in an embryo surrounded by testa only. Nucellus and embryo sac are fully absorbed، وهم دول كانوا مكونين لي الاندوسبيرم الموجود في مبدئيا، لكنه بيحصل له complete absorption upon maturation. النوع الثاني يكون في عندي الاندوسبيرم لسه موجود جزء منه او موجود حوالين الامبريو، وبنسمي نوع السيدز دي البيومينس سيدز او اندوسبيرميك سيدز. طيب اول نوع تمام من الاندوسبيرميك سيد ان احنا عندنا يكون الامبريو حواليه زي ما احنا شايفين كده الايه اللي ادي عندي ده هو ده الامبريو وحواليه التيشو المزرق ده اسمه الاندوسبيرم. خلاص هنا الاندوسبيرم النيوكليوس بيحصل له ديفيجن رابيدلي ويتكون حوالين الامبريو. تمام. ويفضل موجود بعد الماتوريشن. في نوع تاني ان انا يظهر عندي تيشو كمان حوالين الاندوسبيرم زي ما شايفين في الصوره دي. هنا بي عندي في الامبريو تمام حواليه الاندوسبيرم وحواليه تيشو تالت. خلاص ده بيبقى عاده معمول من الستورش وبنسمي التيشو ده البيريسبيرم. ففي الحاله دي الامبريو والاندوسبيرم بيبقوا سمول خلاص، والسيلز اوف ذا نيو سيلس مور اكتيف ويدوني حاجه اسمها البيريسبيرم حوالين الايه الامبريو والاندوسبيرم. طبعا كل التيشوز دي سواء الاندوسبيرم او البيريسبيرم بتبقى ستورج فود ستورج، يعني فيها الاكل او الستورج فود بتاع اللي بيتغذى عليها الامبريو. هنتكلم دلوقتي على ذا امبريو اللي هو الجنين الموجود جوه السيد، واحنا بنقول ان هو متكون من ثلاث اجزاء اساسيين. اول جزء اللي هو الكوتوليدن
اللي هو اللي احنا بنشوفه اللي هو لونه اصفر ده او لونه بيج كده، وده بيكون في عندي احتمال من اتنين في النباتات المونوكوتوليدنس. طبعا الكوتوليدنس هتبقى واحده بس زي مثلا فاملي جرامني اللي احنا كلنا عارفينها وشفناها قبل كده الترم اللي فات، او تكون داي كوتوليدنس جايه من ان عندي في اتنين كوتوليدنز زي معظم النباتات اللي احنا اتعاملنا معاها. زي ما احنا شايفين كده هنا في الرسمه، اول حاجه مشاورين عليها رقم واحد هي دي الكوتوليدن اللي مليالي الفراغ بتاع السي. بعد كده بيكون في جزئين اساسيين هم المسؤولين عن الجيرمينيشن بقى اللي بيحصل في السيد. اول جزء اسمه البلوميول، والبلوميول ده بيبقى عباره عن الجزء اللي لما بيدخل السيد جوه الارض بيحصل جيرمينيشن، تبتدي هي المسؤوله عن انها تطلع لي الاجزاء الخضراء بتاعه السيد، الليفز الستمز اند سو اون. الجزء اللي بعد كده اللي هو اسمه الراديكال، الجزء اللي تحت ده، ده بقى اللي هو لما بيدخل جوه الارض هو المسؤول عن ان احنا بيبتدي يطلع منه الروتس اللي هي الروت سيستم المسؤول عن خروج الجذور، والنبات يبتدي يبقى جوه الارض ويدخل جوه السويل بصوره اللي احنا عارفينها. لو بصينا على السلايد هنا هنلاقي ان احنا عندنا ده اللي بيحصل في السيد جيرمينيشن. نلاقي ان اول حاجه السيد لما نحطها جوه الارض تبتدي تمتص الميه، هيبتدي يطلع الراديكال بيطلع دايما من عند المايكروبايل، هو اللي بيطلع من المايكروبايل ويبتدي يكبر وينمو ويدخل في الارض ويطلع منه البرايمري روتس، تمام. وبعد كده يبتدي ان الشوت يبتدي ينمو، يبتدي السيد كوت يقع من على السيد، ويبتدي بقى الاجزاء اللي هي الليفز تطلع من النبات، ويبتدي النبات ينمو ويتحول الى الايه الفول جرون بلانت زي ما احنا بنشوفه بقى قدامنا في كل مكان. هنتكلم دلوقتي عن الاشكال اللي ممكن تكون موجوده للامبريو او الفورمز اوف ذا امبريو، وهو شكل الامبريو جوه السيد بتاعتنا. اول شكل ممكن يكون موجود ان انا عندي الاقي ان الكوتوليدون كلها ستريت ماشيه مستقيمه والراديكال عليها من فوق، وده بسميها نوع او شكل الامبريو او الفورم اوف ذا امبريو ان هو ستريت زي نبات اللانسي. النوع الثاني ان يحصل يبتدي ان الامبريو نفسه مبقاش مستقيم، لا يبتدي يلف على نفسه شويه كده، وهنا في الحاله دي بسمي الامبريو بتاعنا كويلد، وده يعني ملفوف. وده ان الاكزامبل بتاعه هو نباتات فاميلي سولانيسي زي داتورا سترامونيوم او بذور مثلا الطماطم او الفلفل الاخضر، كل دي لو احنا خدنا البذور بتاعتنا وفتحنا فيها اللقط وبصينا عليها هنلاقي شكل الامبريو بتاعنا كويل. الشكل الثالث انه يكون الامبريو لاف قوي قوي على بعضه عامل زي السوسته كده، يعني لافف على بعضيه خالص وبنسميه سبايرال امبريو، وده الاكزامبل بتاعه السيد بتاعت نبات الهوبس. النوع اللي بعد كده من الفورمز اوف ذا امبريو بنسميه بنت امبريو. البنت امبريو ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي الراديكال بيبقى بنت على او متني على الكوتريدنز بتاعتنا باشكال مختلفه. اول شكل عندي موجود اللي هو حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه، ان نلاقي الامبريو بتاعتنا الراديكال جاي موجود elongated والكوتريدنز كان هما ستريت elongated والراديكال بنت على الاثنين كوتريدن. بيبان اكتر الكلام ده لما نقطع قطاع السيد، فهنلاقي في عندي الراديكال عباره عن دايره زي الرسم اللي على الشمال، والتو كوتريدنز قدامه هو هما الاثنين، والنوع ده بنسميه اكامبنت امبريو. يبقى هنا في اكامبنت امبريو ذا راديكال از بنت اجينست ذا تو ستريت كوتريدنز، والاكزامبل لحاجه زي كده هو السيد بتاعه الفينيجريك، وده شكل تاني للايه للكلام اللي انا بقوله. النوع التاني ان يحصل ان الراديكال مش بنت اجينست تو كوتريدنز، لا هو بنت اجينست وان كوتريدن اونلي، تمام. على الفلات سيرفيس بتاع وان كوتريدن هتلاقي الايه الامبريو بنت عليها، فلما نقطع قطاع عرضي فيها هنلاقي اول حاجه الدوريه الصغيره اللي في الرسمه اللي على الشمال دي هي عباره عن الراديكال، وبعد كده كوتريدن، وبعد كده الكوتريدن الثانيه، تمام. وده اكزامبل لنبات الكنابس، ولو شفنا برده الرسمه هنا هتوضح لي ان هلاقي الراديكال فيسنج اونلي وان كوتريدن والكوتريدن الثاني وراه. نيجي على النوع الثالث واللي هو بنسميه الأورثوبلوكس امبريو. في حاله الأورثوبلوكس امبريو بيحصل ان التو كوتوليدونز هم اللي يحصل لهم بنت انكلودنج ذا راديكال ان بتوين. يعني ايه؟ يعني بيحصل ان تتني الكوتوليدون الاولانيه والكوتوليدون الثانيه ويحوطوا على الراديكال.
ستيل الاورثوبلوكس امبريو ده نوع من الانكمبنت امبريو. ليه؟ لان الراديكال اللي زي ما احنا شايفين كده في الرسمه بيكون من يعني مواجه واحده بس من الكوتوليدونز، لكن الاثنين محوطين عليه، وده اكزامبل للماستر سيد. بكده احنا خلصنا الجزء الاول من المحاضره بتاعه الانترودكشن اوف سيدز، وان شاء الله دكتور انجي عبد الحميد محروس هكمل معاكم باقي الانترودكشن. وشكرا على استماعكم، ويا رب تكون المحاضره سهله، ولو في اي مشاكل او اي استفسارات ممكن نبعت على الايميل بتاعي، لو في اي سؤال اجاوبكم عليه ان شاء الله. شكرا جزيلا.